السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف برنامج الانسكيب، وده برنامج قوي جدا في ان انت تعمل ريندر في الريال تايم، وتقدر تشغل الفيرشوال رياليتي لو انت حابب، بحيث ان الحاجة اللي انت هتعملها دي لو موصل جهاز فيرشوال رياليتي تبدأ تشوف الحاجة دي في النظارة بتاعتك. طيب انت دلوقتي عايز تبدأ تشتغل، فبتيجي تدوس هنا تختار الفيو 3 دي اللي موجود، او ممكن تعمل فيو جديد، تيجي هنا تقول له انا عايز فيو 3 دي، او تقول له كاميرا وتبدأ تضيف الكاميرا بتاعتك. طيب هرجع انا دلوقتي بقى لكل 3 دي دول، تقدر تقول له بقى انا عايز انسكيب، وتبدأ تختار اللقطة اللي انت عايزها. مثلا الفيو دوت، وتقول له ستارت، هو بيقول لي ان انت الصلاحية بتاعتك، اقول له كمل. دي نسخة تجريبية، هو بيحمل اوت، هو بيدي كل يوم معلومة كده سريعة. اهوت بدأ يشتغل معانا اهوت، فتقدر تيجي هنا، ده الفيو اللي هو 3D اهوت، تقدر تعدل الزاوية بتاعت الرؤية بتاعتك. البيت هو ورانا، فمن خلال الماوس ببدأ أحرك الفيو بتاعي اهوت، البيت اهو زي ما انت شايف الريندر بتاعه كويس جدا، تمام. وفي إمكانيات كويسة جدا للبرنامج دوت، هنبدأ نشوفها إن شاء الله مع بعض. ولو دوست مثلا على الزيرو ترجع اللقطة الأولانية، تبدأ تشوف بقى من الاتنين والستة والأربعة والتمانية، تبدأ تشوف الحاجة من فوق من خمسة. يعني الأرقام بتفيدني في إن أنا بشوف المشهد اللي أنا عايزه بالشكل دوت. مثلا نيجي هنا فوق خالص، وتقدر تلف بالشكل دوت اهوت. ومن خلال ال W بتطلع قدام، وال A شمال، وال D يمين، وال S ترجع لورا زي الألعاب العادية.